السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالباتي الصف الخامس، أهلا بكم جريد 5 with new science session. ازيكم؟ عاملين ايه؟ أهلا يا جودي، وحشتيني. وازيكم كلكم؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة تعتبر ختام يونت 1 بإذن الله يا أولاد، concept 3 lesson 6 review changes in food web. نبدأ حصتنا الجميلة بيكم. Objectives by the end of the lesson a student should be able to، كل واحد من طلاب المتميزين معايا يكونوا قادرين على ايه؟ summarize. هنعمل بقى summary، نعمل بقى summary لكل اللي اخدناه. Factors affect the ecosystems and food web، ايه العوامل اللي بتؤثر على النظام البيئي والانظمة البيئية وشبكات الغذاء. Number two, summarize the human activities that affect marine habitats، الأنشطة الإنسان المختلفة اللي بتأثر على المسكن للكائنات الحية في البيئة المائية. Define population and define habitat restoration. نبدأ حصتنا الجميلة بيكم. Ecosystem and food webs are negatively affected by. بصي يا ولاد، اللي قدامنا دي mind map بنقدر نعمل بيها summary كده وأنا بذاكر وأخطط بالورقة والقلم. لي name points هنا بيتكلم عن ايه المايند ماب قدامنا، الايكوسيستم اند فود ويبس بتاثر سلبيا بايه، مين العوامل اللي بتاثر بالسلب على الايكوسيستم والفود ويبس. كلايمت تشينج، سواء انكريز او ديكريز ان ذا تمبريتشر، او رين فولينج ويز ذا لارج اماونت، بوليوشن، التلوث. نمبر 3 هيومن اكتيفيتي، ممكن يجي يقول لك from factors affecting negatively on food webs or ecosystem 1 to 3. Number 1 نقول مع بعض يلا حبايبي، climatic changes تغيرات المناخيه، pollution تلوث. Number 3 human activities. يلا شطار كده نقولهم مع بعضينا حتى لو انا مش سامعاكم فانتوا سامعيني. Number 1 climatic changes تغيرات المناخيه، 2 pollution التلوث، سواء تلوث الماء او تلوث الهواء او تلوث التربه، اي نوع من التلوث بيبقى له بالتاثير السلبي على البيئه وبيأثر بالتالي على الفود ويبس. هيومن اكتيفيتيز، تمام، شكرا ليكم. حد عنده اي تساؤل؟ مين الحلوين اللي بيكتبوها معايا؟ شطوره يا جودي واحمد، برافو عليكم. نيكست human activities، دي one of the factors affecting ecosystems and the food webs that affect the marine habitats. ايه هي انشطه الانسان يا اولاد اللي بتاثر على الكائنات اللي بتعيش في الماء؟ overfishing، واحنا قلنا اللي هو الصيد الاسماك، وممكن تكون في انواع نادره والعدد بتاعها محدود، فبالتالي انا باثر على البوبيوليشن بتاعها اللي هو تعدادها او تواجدها. Number 2 water pollution، دي another mind map. human activities، ايه هي اللي بتأثر على المارين habitats؟ overfishing and water pollution، تلوث الماء. حد عنده اي تساؤل؟ طبعا دي حصه كده ريفيجن جميله بيكم بنجمع فيها المين بوينتس في اليونت. notes when an ecosystem it changes، لما بيحصل تغير بالايكو سيستم سواء عن طريق كلايماتيك تشينجز او البوليوشن او الهيومن اكتيفيتيز، بتتاثر بالتالي مين؟ الفود ويبس تشينجز تو. سو ذا ريليشن شيبس بتوين اورجانيزمز ان ان ايكو سيستم بتلعب دور هام، بلاي ان امبورتنت رول ان كيبينج ايكو سيستم بالانس، ده في النورمال في الطبيعه بدون حدوث اي فاكتورز بتسبب ايه؟ the negative effect on ecosystem أو food webs. في الطبيعي إن ال relationship between the living organism في الإيكوسيستم سواء في البيئة اليابسة أو في البيئة المائية بتلعب دور هام في الحفاظ على البيئة. طبعا احنا عارفين إن أي food chain in food web، تمام، هي الفود ويب عبارة عن interconnected more than food chain، بتتكون بين producer ومين كونسيومرز اند ديكومبوزرز،
when the last living organism die بيقوم دور scavengers والdecomposers تعمل break down للdead bodies وترجعها مرة تانية للبيئة أو للsoil to increase its fertility وبالتالي هي بتحافظ على الإيكوسيستم. Number point three, when organisms removed, طب لما يحصل إزالة أو نقص أو فقد واحد من الأورجانيزم في الإيكوسيستم. The role of an ecosystem change. إذا هنا هيحصل disturb. This ecosystem could be destroyed. هيحصل تدمير للإيكوسيستم أو تدمير للفود تشين. تمام يا ولاد؟ واضحة الجزئية ديت؟ نتكلم عن البوبوليشن اللي هو التعداد number of a نشوف الديفينيشن مع بعض number of living organisms of certain species in an area هو number of organisms او ملاقي كلمة number of organisms of one type of species لنوع معين من الكائنات الحية موجودة في مكان ما يبقى هي ايه هي البوبوليشن خلي بالنا population غير pollution population اللي هو التعداد عدد number of organisms of one type of species بتعيش في بيئة معينة living in an area next يولان بيقولك هنا in an ecosystem كل الـ species بتعتمد على بعضيها يعني لو عندنا food chain بتبدأ بـ grass أو algae بيجي الـ primary consumer بياخد الطاقة بتاعته من جزء منه من الايه الليفينج اورجانيزم اللي قبله اللي هو بروديوسر بيجي الفيرست السكند كونسيومر فيد اون برايمري كونسيومر وبياخد الانرجي بتاعته منها برضو وتو كيب الايف اند سو اون بتنتقل الانرجي من وان ليفينج اورجانيزم ان فود تشين تو انذر تمام وبتنتهي بالديكومبوزرز لو اخر كونسيومر داي وبالتالي بنحافظ على الايكو سيستم او الانفايرمنت تبقى بالانس هنا بيقول لك ان ان ايكو سيستم اول سبيشيز ديبند اون اذر سبيشيز مظبوط فور سيرفايفل عشان اقدر اخد الانرجي بتاعتي ان ذا فورم اوف فود واقدر اتعايش سو ان انكريز اور ديكريز ان وان سبيشيز سواء زياده او نقص في نوع من الكائنات الحيه في الفود تشين او في الفود ويب بيأثر affect the population بيأثر على عدد another living organism بيعتمد على the previous one يبقى هنا affect the population of other species وبالتالي يترتب عليه causing a population change بيحصل تغيير في تعداد كائن حي سواء بالزيادة يعني لو زاد عدد الرابتس in ecosystem تمام او في food chain will not find enough producer to feed on وكمان تزايدهم الكبير ده ممكن يؤدي ان في بعضهم بيبقى مريض او ضعيف بيموت فيلوث البيئه يجي another living organism اللي feed on rabbits تمام يا ولد ممكن نتيجه الضعف او المرض في العدد الكبير ده بيحصل بينهم competition تنافس على الجراس فبتموت الايه الرابت وبالتالي النكست وان سواء سناك او اول not find enough food so will affect in another species in the food chain واضحه الجزئيه دي يا ولاد سواء بالزياده او بالنقص بيبقى ليها تاثير سلبي جودي مصطفى كاتبه لي اهو ان هنا السي بيرد بتغذى على سمول فيش that feed on microorganisms and that float on the surface of sea. برافو عليكي كبالي مثال لفود تشين. Excellent. شكرا لك يا جوجو. نكمل يا حبايبي. Sea birds feed on small fish زي ما جودي كتبت كده بالظبط which feed on microorganisms that float on the surface of the sea. Excellent. ممتازة. Next, microorganisms can make their own food and they are found in cold water habitats.
طبعا هنا بيتكلم عن المايكرو اورجانيزم اللي بتقدر تعمل اكلها بنفسها، ودي كانها بتعمل كان بروديوسر في الفود تشين ان ووتر هابيتس. نيكست حبايبي جيف ريزون، لازم نتدرب على برضو بعض اسئله جيف ريزون وكتابه اجابه بسيطه ما يبقاش صعب علينا ان احنا نتذكرها في الامتحان. بيقول لك هنا healthy habitats are important to all organisms in food web، يعني البيئة الصحية او المسكن الصحي بيبقى مهم لكل الكائنات الحية في الفود ويب. ليه؟ because they provide or supply organisms بيمد الكائن الحي with resources موارده او مصادر that they are need to survive. زي ايه بقى؟ ايه الريسورسز الموجوده في البيئه وبيمد بيها المسكن الصحي الليفنج اورجانيزم؟ زي الاير لو هو away from pollution، good air، no smokes، no more carbon dioxide gas that increase the temperature in the environment، a source of food يبقى برضه مصدر للطعام، water مياه نقيه، away from pollution by plastics or a change in water temperature. Also shelter زي ما بي عندنا الكورال ريف بتبقى shelter ل small living organism and also source of food. يبقى هنا الهيلثي هابيت بيبقى مهم جدا للكائنات الحية في الفود ورك، بيوفر air good air food water and shelter. واضح يا حبايبي السؤال؟ سؤال سهل، يعني أنا لازم البيئة الصالحة أو الصحية بتوفر كل ما يحتاجه الكائن الحي زي الهواء النقي، الطعام، الماء، والمسكن اللي بيعيش فيه الكائن الحي. نشوف اللي بعد كده مع بعض. What happen if؟ كمان نوع تاني من الأسئلة، What happen؟ ماذا يحدث لو؟ When habitat destroy؟ لو حصل destroy للhabitat بأي سبب ما، يحصل ايه؟ different organisms may not be able to survive، يعني ربما ان هي ما تقدرش تتكيف، اما انها بتنتقل transfer to another environment suitable for life، او انها بيحصل لها death في البيئه وبالتالي بتموت. This will negatively affect the flow of energy in food web. طبعا لما يحصل ان habitat هنا destroy بأي سبب من أسباب التلوث سواء climatic changes أو pollution أو human activities تمام الضرة، وبالتالي الكائن الحي سواء في الفود ويب أو الفود تشين cannot be survive مش هيقدر يتعايش ويحصل إن هو يموت، وده بيأثر طبعا على بالنيجاتيف على الفود ويب والflowing of energy from living organism to another. Next. طب نتكلم على مثال الكورال ريف في المارين اورجانيزم. هنا بتعمل ايه؟ بروفايد فود اند شيلتر، بتمد الكائن الحي اللي بيتغذى على بقايا النباتات او الاسماك الصغيره الموجوده داخلها ومسكن ليه. فور لارج نمبر اوف فيش، طبعا الفيش الصغيره، اند اذر مارين اورجانيزمز ومارين اورجانيزمز اخرى، اند اولسو ذي ار امبورتنت فور توريزم. هو ده مش بيأثر على الفلوينج اوف انرجي ذا فورم اوف فود فروم ليفينج اورجانيزم تو انذر في الفود ويب اور فود تشين اونلي، ولكن بيأثر على السياحه. سو ذا لوس اوف كورال، فقد الكورال من المارين انفايرمنت ديو تو اكستريم ويذر، الطقس الشديد ارتفاع درجات الحراره، اور بوليوشن تلوث البيئه المائيه lead to destroying the marine organism. وده ممكن يجي يقول لك what happened if the marine ecosystem polluted with plastic or changes the temperature into warm water. طبعا ده بيأثر على الكورال ريف ويحصل لها bleaching، يحصل لها بيضاد، يتحول الألوان الجميلة نتيجة وجود الألج الطحالب عليها تتأثر إلى وتحول إلى اللون الأبيض. Coral reefs bleaching happens when the temperature of water rises. يبقى إمتى بيحصل الكورال ريف bleaching؟ when the temperature of water increase. What happened if again
when the amount of plastic increase. يبقى احنا من احدى اسباب تلوث الماء وله negative effect on coral reef اللي هو rising the temperature of water. سبب اخر تمام البلاستيك اللي هي الزجاجات البلاستيك يحصل لها throwing in water. The number of organisms decreases, so marine food web will affected lead to break down the flow of energy. زي ما قلنا الأكواتيك تورتل لما بيحصل لها ما بتبقاش عارفة تميز ما بين البلاستيك والجيلي فيش لأن الجيلي فيش لونها شفاف. طب أجزاء البلاستيك بيحصل لها break down إلى small particles by the effect of ultraviolet وبتبقى soft كده فبتعتقد الأكواتيك تورتل and another living organisms in water بتتغذى على الجيلي فيش بيحصل لها طبعا انترفير وبتتغذى على البلاستيك وده بيضر المارين living organism. Next habitat restoration. تعالوا بقى يلا نتكتف مع بعض احنا وزارة الايه البيئة والحفاظ على البيئة المائية نظيفة وكل السيتيزن كل المواطنين سواء اطفال صغار او كبار او اشخاص كبيرة ونحاول نعمل استرجاع للبيئة الهيلثي للمارين living organism. يعني ايه تعريف habitat restoration؟ It's a process of returning a habitat. ان انا بعمل اعادة للمسكن او الانفايرمنت باك تو اتس ناتشرال ستيت لحالتها الطبيعية away from any source of pollution before harm زي رجعها تاني زي ما كانت بطبيعتها نظيفة ما فيهاش اي مصادر تلوث تضر الكائن الحي. نقولها مع بعض يلا. It's a process of returning a habitat or environment back to its natural state زي ما كان before harm was done قبل ما يحصل لها أضرار بكل أنواع التلوث. حد من حبايبي معايا على الشات؟ أهلا يا جودي. Excellent جودي نفسها بتجيبي الثرمومتر والنقطة المية الزرقاء الجميلة دي منين ودولفين بتجيبي لي كده صور حيوانات صغيرة جدا جميلة جدا زيك ما شاء الله شطورة يا جودي مصطفى وكمان جودي صالح. أنا عندي اتنين جوجو النهاردة تشابه الأسماء. طب نورسري هنا بقى تعالوا بقى إيه نحتضن البيئة دي ونعمل لها بيئة صالحة ونحافظ على المارين إيكو سيستم. نورسري اللي هو الاحتضان هي عبارة عن أريا موجودة في السي يعني الإنسان بيعمل بيئة هو اللي بيعملها بجهازة وير ساينتست تيك كير تمام بيعتني بمين بالسمول بيسز اوف كورال كان عندي حضانه كده تمام براعي فيها السمول بيس اوف كورال انتل زي جرو اب مين اللي عملها الانسان اند كان بي موفد بعد ما تكبر الايه الكورال ريف انقلها الى السي مره ثانيه للبيئه بتاعتها علشان ايه تنمو بطبعها كان بي موفد باك to the reefs where they were dying. المكان اللي هي كانت اتدمر وحصل pollution بأي سبب من أسباب سواء climatic change أو pollution أو human activity ماتت هذه الكورال ريف ببدأ أنا أخد الصغير منها أوفر له بيئة صالحة طبعا healthy ما فيهاش أي نوع من أنواع التلوث وبسيبها تكبر ولما بتكبر برجعها مرة أخرى للبيئة الطبيعية بتاعتها. تعالوا بقى نشوف مع بعضينا كده الأسئلة. طبعا لما بعمل ريفيجن لجزء معين أو يونت خلصت نحل أسئلة كتير يا أولاد علشان نتقن اليونت. Write the scientific term. لو في أي سؤال مش واضح ممكن تقولوا لي مثلا أعيده مرة تانية. أول نوع من الأسئلة write scientific term زي لعبة عروستي كده بشيل الجملة وأحط كلمة. A process of returning a habitat back to its natural state before harm was done. يا ترى ايه الإجابة؟ نكتب رقم السؤال معايا ونكتب الإجابة فقط لا غير.
طبعا جودي بتأيدني ان هابيتات ريستوريشن كل البيبل يا جودي لازم تتكاتف سواء في بيئة مائية او في بيئة يابسة انها تحافظ على البيئة من التغيرات المناخية وزي ارتفاع درجات الحرارة. يلا مين هيكتب لي إجابة السؤال الأول؟ شاطرة يا جودي، أشكرك، ثانكس. أول سؤال حبايبي، الإجابة هتكون إيه؟ نشوف الإجابة مع بعضينا. Habitat restoration، برافو عليك يا جودي، صالح، ممتازة، اكسلنت. انا يعني بحب جدا البنات الممتازة والطالبة الولاد كمان اللي بيشاركوا معايا على الشكل. نمبر 2 يا ولاد، It's an area in the sea، منطقة في البحر، where scientists take care، يعني scientists هنا بيبدأوا ياخدوا فيها the small piece of coral until they grow up، لسه منتهين من شوية في المناقشة في الجزئية دي. نشوف الإجابة مع بعض، نكتب رقم السؤال بس والإجابة مع بعضينا. يلا مين الناس الجميلة هتجاوب بسرعة كده عشان نشوف السؤال اللي بعده. نشوف الإجابة، هتبقى هنا يا ولاد نيرسري اللي هي الحضانة أو الاحتضان للسمول بيس اوف كورال لغاية لما يحصل لها جرو اب ورجعها مرة تانية للبحر لمكان اللي هي كانت عايشة فيه. برافو يا جودي وحازم، برافو عليكم، وأحمد طبعا وعبد الرحمن كمان، الناس الهايلة اللي معايا. أشكرك يا جودي صالح وجودي مصطفى، لازم أقول اسم بابا بقى عشان إيه، we have to جودي. تمام أشكركم الناس الممتازة. نشوف السؤال اللي بعده. Number 3، they are projects، مشاريع، in which scientists أو engineers and citizens، المواطنين، try to repair all parts of a habitat، يعني هو مشروع العلماء المهتمين بالبيئة والمهندسين والمواطنين بيحاولوا إن هم يعملوا a return back للhabitat بس in healthy، بتكون في صورة إيه صحية. يا ترى إيه الـ definition هنا؟ yes yes habitat restoration projects، هزود بس كلمة projects لأن هو هنا قال لك they are projects، لكن لو قال لي habitat restoration بتبقى العملية نفسها process، هنزود بس كلمة إيه يا ولاد على زي سؤال نمبر 1 كلمة projects مشاريع. شكرا يا جودي، برافو، وجودي صالح، بس نزود عليها يا اولاد بروجكتس. تمام. Next، write scientific term again. It's the number of organisms of one type of species living in an area، يعني عدد من الكائنات الحية من نفس النوع بتعيش في منطقة ما. ده تعريف ايه؟ احنا اتكلمنا عنه النهارده في حصتنا. يلا يا ناس الجميلة اللي معايا يا شباب، نصحصح، كل اللي موجود يشارك حتى لو غلط، محدش فيكو بيشوف إجابة زميله، جاوب غلط وأنا ما بقولش الاسم، تمام؟ أنا مش بقول اسم الطالب حتى لو أجاب خطأ، ولكن محاولة منه إن هو يشارك معايا على الشات. طبعا هنا يا ولاد بتبقى تعريف البوبيوليشن اللي هو التعداد لكائن حي ما. نمبر 5، small pieces of plastic in the size of rice، في حجم حبة الأرز grain، and they cause harms to the coral reefs. يا ترى هتبقى الإجابة إيه نمبر 5؟ برافو يا جودي، برافو، ممتازين الناس اللي معايا، كلهم أجابوا نمبر 4 right، أشكركم. نشوف السؤال اللي بعده، يلا hurry up answer. Wait few seconds for check your answer على الشات. برافو يا جودي، ممتازة. جودي كتبت لي الإجابة اللي هي microplastics. برافو، excellent. واللي بيحول البلاستيك إلى microplastics تأثير الالترافايلوت radiation، radiation اللي بتجينا من الشمس يا ولاد، وبتخلي البلاستيك سوفت خالص يبان كأنه في الانفايرومنت المارين انفايرومنت كأنه جيلي فيش،
فبيختلط الامر على بعض الكائنات الحيه في المارين انفايرمنت ان هي تعتقد ان هي جيلي فيش بتتغذى عليها وده بيضر الايه الكائن الحي. Next, put right or wrong in front of following sentences. Right or wrong. Number one, أنا ظهرت لكم أهو الأسئلة ثلاثة عشان يبقى إيه بنفكر فيهم في انتظار باقي الزملاء إن هم يجاوبوا. People near the coastal areas must replace bags with closed one. يعني أنا هستبدل الأشياء المصنوعة من أي مادة ما تمام وخاصة طبعا البلاستيك مش عايزة ألمح للإجابة بي كلوز وان أصنعها من القماش. يا ترى ده رايت أور رونج؟ نكتب رقم السؤال ورايت أور رونج نشوف الإجابة كده مع بعضينا. الناس الجميلة برافو يا جودي وحازم ومصطفى إكسلنت وعبد الرحمن يس جودي برافو يا جودي. يبقى انا لو بستخدم اواني من البلاستيك او شنط ابقى استبدل البلاستيك باج بي كلوز وان بي مصنوعه من القماش تمام يا ولاد. نمبر 2 نيرسري هي ناتشرال هابيتد هل هي بيئه طبيعيه in which coral reefs continue growing and reproducing ولا الانسان هو اللي بيصنعها؟ يا ترى هل هي بيئه طبيعيه؟ نمبر 2 نشوف كده الناس الجميلة اللي معايا. نمبر 2 هقول أنا بقى أعلق هنا على نمبر 2 هي النيرسري هي مش بيئة طبيعية هو الإنسان هو اللي بيعملها علشان بيوفر بيئة نظيفة للإيه للسمول كولر ريفز وين جرو أب بتكبر يبدأ الإنسان ياخدها يرجعها مرة تانية تمام. يبقى هنا دي رونج. نمبر 3 citizens اللي هم المواطنين must share in returning back habitat back to its healthy condition before harm was done. برافو يا جودي الإجابة صحيحة ممتازة فعلا يا ولاد. هنا لازم كل من الأطفال وكل الكبار والإنجينير والساينتست يحاول إيه نحافظ كلنا على المارين إيكو سيستم. Next one, number 4, it's better to keep natural resources healthy than applying a restoration projects. يعني هنا لازم نحافظ على المصادر أو الموارد الطبيعية صحية عن إن احنا نقعد نفكر إزاي نعمل a restoration projects. طبعا ده بيكلفنا مجهود ومال. هل ده right or wrong? Number 4 شوف الإجابة مع بعض. Excellent. شاطرين. برافو عليكم. يبقى الإجابة صحيحة فعلا. أشكركم. Number 5. Restoration projects are used to find out. نكتشف حلول. Solutions for increasing pollution. هل مشاريع restoration habitat بتستخدم أو بنستخدمها كساينتست أو انجينير لنجد solution حلول for increasing pollution. طبعا هنا الناس هتعترض الكلام ده غير صحيح. طبعا انا بحاول اجد بيئه نظيفه healthy habitat فازاي المشروع اللي بيتكلم عنه الساينتست ان هو يزود البوليوشن لا طبعا decreasing or forbidden نعمل منع تام للبوليوشن. نمبر 6 الناس الجميلة اللي معايا يس جودي كدالي حوالي 8 رونج رونج بتعترض على الجملة طبعا هي خطأ كلامك صحيح. Removing plants إزالة النباتات negatively affect consumers in an ecosystem يعني لما أجي أعمل building لhouses building أو إنشاء new roads مباني جديدة وطرق جديدة تمام فبشيل وبعمل إزالة النباتات هل ده له تأثير سلبي على الكونسيومر في الإيكو سيستم؟ يا ترى رايت أور رونج؟ شطورة يا جودي صالح ممتازة فعلا رايت لأن طبعا بيقلل من الكمية من البروديوسر
تمام. وبالتالي primary consumers that feed on producer not find enough food to survive so will die. وبالتالي هنأثر ونعمل break down للfood chain. Next, food right or wrong again. لكن الناس الجميلة على الشات أشكرهم على إجاباتهم معايا، أشكركم بجد بنات وولاد ممتازين، شكرا لكم جدا، ممتازين جدا ما شاء الله. طب تعالوا نشوف بقية الأسئلة. Number 7. Coral reefs eat butterfly fish to get energy. Right or wrong? إن coral reefs eat butterfly fish to get energy. الإجابة الناس الجميلة اللي معايا، أشكرك جودي، شكرا ليك حبيبي على مشاعرك الجميلة. شوفي يا أولاد الإجابة، طبعا الإجابة هنا هتبقى wrong. تمام. Number 8. People near the coastal areas must replace plastic bag with closed one. لازم الناس او الاشخاص اللي بيعيشوا في المناطق الساحليه يستبدلوا استخدام الشنط البلاستيك بالكلوز 1. لسه كنا بنتكلم عنها من شويه. نمبر 8. تمام، شكرا يا جودي بالاحمر الجميل بتاعك. هتبقى اجابه نمبر 4 ايه؟ يلا يس، شطوره يا جودي صالح، ظهرت الإجابة بتاعتها عندي على الشات، أشكرك، ممتازة، صحيحة. Number 9. Ecosystem can be negatively affected by climate change, pollution, and human activities. اتكلمنا عن الفاكتورز affecting الإيكوسيستم by negative. Yes. يبقى دي right or wrong. Negative effect. Yes, right. برافو زي طلاب المتميزين اللي كتبوا الإجابة. أشكرك يا جودي مصطفى وجودي صالح، الاتنين ممتازين. طبعا معانا أحمد وعبد الرحمن وفارس برضو بيكتبوا الإجابة صحيحة، أشكرهم، ممتازين، شكرا ليكم جميعا. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. Next one. Give reason. طبعا السؤال الجيب ريزون بيبقى محتاج كتابة كده حوالي 5-6 كلمات، فبنتخضش منه لو مذاكر الدرس كويس وبتحل عليه أسئلة كتير بالورقة والقلم مش أورال، هيبقى عندك مهارة حل السؤال الجيب ريزون. نمبر 1. Coral bleaching happens when the water temperature rises. إيه اللي بيحصل هنا لما درجة الحرارة بترتفع؟ هنقول الإجابة تاني مع بعض، نقول السؤال نقرأ كويس. Coral bleaching appear when the water temperature rises. Because when the water temperature rises, درجة الحرارة بترتفع، الكورال ريف يا ولاد بتتخلص من الألجي الموجودة فيها في الأنسجة بتاعتها، فبالتالي بتفقد الألوان. Number 2. Case of forest fire. Animals suffer from difficulty breathing. شيء طبيعي كل الكائنات الحية لما بيحصل احتراق او تلوث في البيئه بالدخان بيحصل صعوبه في التنفس. suffer from معناها تعاني من. نشوف الاجابه. because fire forest produce smoke. الحريق ينتج عنه كربون دايوكسيد جاز وsmoke that causes difficulty breathing of animals. صعوبه في تنفس الكائنات الحيه. طب what happen if the number of secondary consumers in ecosystem decrease. لو حصل نقص في secondary consumer في food chain أو food web. يحصل إيه أولاد؟ Number of primary consumers هيزيد. يبقى الكائن اللي قبله اللي بتغذى عليه secondary consumer، تمام، هيزيد. And the number of producers decrease. ليه؟ لأن primary consumers that feed on producer هيكتر، وبالتالي البروديوسر هيقل. will not find enough food to feed on or survive. يعني لما حصل او حدث نقص في السكند كونسيومر، البرايمري كونسيومر زاد. طب البرايمري كونسيومر بيتغذى على مين يا اولاد؟ البروديوسر.
فعدد البروديوسر زي ما هو عدد الايه الكائنات النباتية الخضراء، والبرايمري كونسيومر بيتغذى على البروديوسر عمال يزيد. So we'll not find enough food to survive, so it has bad effect on a food chain وبيعمل break down لل food chain. تمام؟ واضح؟ نشوف السؤال اللي بعد كده. Complete the following sentence using these words. حتى قدامي اهو مجموعه من الكلمات دي، سهله جدا ان انا اشوف الكلمات واضعها في المكان المناسب. extension الانقران، overfishing، shelter اللي هو مسكن او مأوى، toxic ماده سامه، predator حيوان مفترس. number one، هنكتب رقم السؤال ونختار الاجابه الصحيحه فقط يا ولاد. healthy natural resources includes clean air، healthy food, water, and suitable what? يلا number one. نكتب الإجابة one والانسر. نشوف نختار الكلمة ونكتبها يا ولاد بسرعة. الناس اللي معايا أظهر أول إجابة للخانة الأولى. shelter. يبقى لازم يكون عندي هواء نقي، طعام صحي، ماء نظيفة، طبعا ودرجة حرارة مناسبة. تمام؟ نشوف السؤال اللي بعديه نمبر 2. نشوف كده يس. طبعا جودي كبالي ان هنا في السؤال الخاص بالفورست فاير ده بيلوث البيئه ويطلع دخان وغازات بره. A human activity that directly decrease the marine population. ايه هي الهيومن اكتيفيتي اللي بالتالي بتؤثر على نقص عدد المارين living organism؟ يلا نكتب الكلمة. أنا بنتظر ثواني على ما تفكروا في الإجابة. نشوف الإجابة مع بعضنا يلا عشان وقتنا الجميل بيمر بسرعة. نشوف الإجابة نمبر 2 هتبقى أوفر فيشنج. يبقى هنا الإنسان لما بيعمل أوفر فيشنج يعني بيصطاد بدون قوانين بدون قواعد في أماكن ما من الماء بأنواع نادرة من الكائنات من الأسماك، فده بيؤدي إلى يا أولاد بيقلل طبعا الـ population و certain kind of marine living organism. Next one complete برضو المستمرة معانا نفس الكلمات number 3-4. habitat loss is not decrease marine population but also it's one of the main cause of، يعني هي مش بس بتقلل المارين بوبوليشن زي ما قلنا في السؤال الثاني، ولكن كمان بتبقى احدى اسباب ايه. نشوف الاجابه مع بعض. مين يا ترى هيقول؟ يلا نقول مع بعض. هتبقى الاجابه نختار ايه، هيبقى احدى اسباب ايه كمان بقى لما يحصل ده؟ احدى اسباب الاكستنشن لما يقل العدد موجود في المارين بوبوليشن اكتر من اللازم ومفيش ريبرودكشن، فبالتالي ممكن يؤدي الى الانقراض. انقراض نوع معين من الحيوانات طبعا اللي بتعيش في البيئه المائيه. طيب when a sea turtle eat a jellyfish this means the sea turtle is a living organism. يعني هنا سي تورتل هتتغذى على الجيلي فيش، التورتل هنا هعتبرها ايه؟ فاضل كلمتين توكسيك وبريديتور، هتكون طبعا ايه يا ولاد؟ بريديتور. تمام؟ في اي سؤال مش عارفينه في نمبر 3 او 4؟ لو في اي تساؤل اي حاجه انا ذكرتها ممكن نكتب السؤال على الشات. اشكرك يا جودي صالح وجودي مصطفى واحمد صلاح، ممتازين كلكم. اشكركم جدا، حصتنا مرت بسرعه النهارده، كانت حصه خفيفه لان انا حاولت اعمل ريفيجن سريع على الدرس ليسون 6. القاكم ان شاء الله الحد القادم ونبدا يونت جديده عن الماتور. اشكركم، كان معكم مس أمل محمد ابراهيم معلم كبير علوم، وتحيات الاداره العامه للتعليم الالكتروني، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.